بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السادة الوزراء المحترمون، السيدات الوزيرات المحترمات. ما جرت بذلك العادة كما هو مطلوب شرعا وكما هو مناسب لفضل الله سبحانه وتعالى المتجدد علينا ونعمه. أول ما نبدأ به أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله بعد أن نزلت أولى أمطار الخير على هذا البلد الكريم في الأيام الأخيرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا هذه السنة سنة رحمة وبركة وأمطار خير نافعة، إن ربنا على كل شيء قدير. كما نستغل هذه المناسبة كي نبارك لجلالة الملك وللشعب المغربي ولكافة المسلمين عيد الأضحى المبارك الذي نحن على بعد أيام من يعني الاحتفال به، ولله الحمد ولله الشكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا كذلك على هذه الحكومة بتيسير إنجازات إضافية وإيجابية لوزرائها ووزيرتها الكرام والكريمات، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. ونستهل اجتماعنا لهذا اليوم بدراسة مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة للتجاري فيها، ويقدمه السيد وزير الفلاحة. تفضل، مشكور.